مع الواتساب وانتهاك محارم الله. هل تعلمون أنه كم من محارم الله قد انتهكت بسبب الواتساب؟ من حار سنس حي يمسر من حاش وقن ذي من حار مسي ربي سل واتساب اني شحار يوذان ضهان قبر يوذان بصلاح وورع وحشمة وحياء وتدين لا يزنغ التمغى يتسدحى قبر يوذان. ولكن خمي غيري أكي قرن نس نخمي غيري انت التليفون نس يرى في هاتفه ربما ما لو أنزل على جبل لاستحيا منه. لذلك أحبابي الكرام شحن يوذن غاسن دي تليفون غاسن دي واتساب انسن مناظر عارية صور خليعة مشاهد يندى لها الجبين قلت غاس أكذي وذلك خمسة ست حيث من التسرحية من غير حسد يجب ذي فار لا يزنغ التمغة خمي غير قبري وذاني تسلحة دي سيرغن وجيت تقي خنس وجيت تسلحة يتقي خمسي تسلحة دي سنس خمي غيري وحدس آهن دي جبدة هني الشعة دي قي قفر نقمجة وش وانيتا يتسلحة نزقو ذاني الجرب سبحانه وتعالى موسني لربي تورث موسني لربي تسرياس موسني لربي مطلع عليه. أما قرأ قول الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سيدا ربي السن السر والنجوى بل إن سيضر بي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بل إن أكثر من ذلك يعلم السر وأخفى يعني ما تغذيش نحش أخفى من السر السند سيضر بي من الجن أخفى من السر إن سيضر بي وهو عليم بذات الصدور. رب سبحانه وتعالى يعاتبنا ويعاتب هؤلاء قرصن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يتسل حزي قوذاني الجسي ضربي يا رسي ضربي أهوان الناظرين إليه يقر حسابي يوذاني يقر حسابي يوذاني مرة إلا سي ضربي ولا سي قبو الحساب مع أنه لا تأخذه سنة ولا نوم يتورث في كل أمشان يتورث على كل حالة يتسري يسي زريث يا أقب خاس ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه في مثل هذه المواقف يعجبني وأحب كثيرا أن أذكر نفسي وأذكر أحبابي الكرام بالحديث الذي لطالما ذكرت به نفسي وإياكم أحبابي الكرام الذي رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سرنت زي عود سرنت زي أزسكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم شنو ذنزي الأمة إنو دسن يوم القيامة أدوين الحسنات نشتي ذورا مكة تشمراري يمن سن غيوق عن فيجعلها الله هباء منثورا. أنت يا السبار بي ذورا أني مرة ذات جن الدور نشنو رخشني الطون دي فوشت دونو مقان الهباء. إن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نشعر. شنو نخني يا رسول الله قتر انت كشنو من تقنينا قتر الشين زيس الشين وانسين. الناس النبي صلى الله عليه وسلم اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون الزايوم محمد احمد عبد الله عائشه فاطمه خديجه ذي يمنه 16 الى اخره الزايوم دايت ما توم طاول وم تمغار النوم ذي ايزن كنت اسمات كنت ذي الوالد النوم الى اخره وياخذون من الليل كما تاخذون وغاسم بقول مشكل ذي الفرائض تقنع قيام الليل ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إمات المشكل نين يم إذا سنتغرح الحسنة مرة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر انتهاك محارم الله إن يحسب تنتزل الكبائر إنش الكبيرة 56 بعد 300 إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة. ابن المس ظهارا الصرح انتخمني تروح زنغك قرمس لأن الحديث وإن شاء إذا خلوا يعني تقين واحد لا لا إذا خلوا بمحارم الله ومشي ضرورة ذير واحد وخكلي قرمس وخكلي نومي تعجيب ما نويني. لذلك يقر قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلوا بمحارم الله
لا يقتضي خلوتهم في بيوتهم وحدهم، بل قد يكونون مع جماعتهم ومن على شاكلتهم. فالحديث فيه بيان خلوتهم بالمحارم لا خلوتهم مع أنفسهم في بيوتهم. فكم من خلوة أحباب الكرام، كم من خلوة كانت مع محرمات على الواتساب، شحال الخلوات، شحال المحادثات، جاي حنجان تحنجيرين، علاقات غير شرعية، شحال 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 من القصص من العشق بالغرام، شحال. بل أكثر من ذلك، زد إلى هذه الطامة طوام منها المكر والخداع، شحال يوذان جيني خفنسن جيني خفنسن تي حنجيرين ترسل انتي حنجيرين نهانا من غاس انتي وذن فوتو همسنت يظهان إلا ذايز يبدأ يترغيس يقارس قاش مفض حق فوتو نما تقرضي فيسبوك. وهذا واقع قد رأيته بأم عيني، شحار وشحار وشحار. لذلك دار انت ربار السيسي مسرمن ار انت دربار ادار ربار اولياء الامور الزاغي جين تهوي غاز دي تليفون لقد الخصوصية قاشم التليفون نمذ الخصوصية ينو. اما الانسان ذي سمح من نواها والسنة الشي جوي غاز دي تليفون والسنة وكتشاتة والسنة، هذا عين الخذلان، وهذا عين ان الانسان عين الخيانة، خان الانسان اهله. لذلك احبابي الكرام، المصيبة ان الواتساب دمرت به عائلات، حين ذن يفا يجس شطان كلشان نجن ارمي ثروح، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا احب الافاضل، حتى لا اطيل عليكم،